هجوم فريق الأبهاء اليوم لديه معاناة. هنا الكرة الطويلة في على استقبال كرة خطرة والتسجيل هدف الثالث، لكن هناك التسلل. التسلل كان واضح، حكم كان ينتظر حكم المساعدة. التسلل كان واضحا بشكل كبير بشكل كبير، لكنه انتظر حتى نفذت الكرة وبعد ذلك رفع الراية، وهذا هو الصحيح. الكرة الماضية تعود لصالح فريق الشباب، لصالح فريق الشباب. الآن الكرة كانت من إبعاد كل الكرات، لكن فريق أبها كان 3-1 والآن 3-1 لفريق الشباب. وبدنا خسارة أخرى، خسارة كانت خارجية لفريق الفتح. هنا كرة القدم حتى بوجود تقنية الفار، هناك من لا أقول يجتهد ولكن من يقرر ومن يرى بأن اللقطة لا يوجد بها شيء. كرة لصالح فريق أبها، يلعبون بها الخطأ لصالح اللاعب عمار الخيبري. هذه اللقطة من محمد ناشر صباحي ويد في التمريرة، ممتازة لعمار في الامتصاص، عمار والتسديدة والكرة في الشباك، الكرة في الشباك، الهدف الرائع لعمار الخيبري. عمار كيف امتص الكرة، قتل المباراة في يد قبل 9 دقائق من النهاية. هذا هو عمار الخيبري أحد البدلاء الشهراني. نشاهد اللقطة، نشاهد لم يكن متسللا هنا، سدد الكرة من هذا المكان وفي هذا المكان البعيد، وبالتالي الكرة التي اتجهت في الشباك بطريقة ممتازة. يعني بعض اللاعبين ليس لديه خيار التسديد من هذا المكان وبالتالي يتقدم لأن المكان بعيد، ولكن الثقة عالية لدى عمار الخيبري وسدد الكرة في الشباك، سدد الكرة في الشباك بكل قوة كما نشاهد. بعد ذلك الاحتفالية بعد أن تابع الكرة وهي تلج الشباك هنا. إذن الكرة والهدف الخامس يقترب، عمار والتسديدة، أداء عالي لفريق الشباب ويخوضون المباراة بكل هدوء بالنسبة للاعبي فريق الشباب. معكم وتحية طيبة لكم جميعا وإلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.